نارين بيوتي تفاجئهم بموعد عرسها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سارة الورع اللي تفاعلت امبارح بمجموعة من الاستوريات، كانت عم تجاوب على اسئلة الجمهور اللي سألوها هل هي عاملة فيلر لشفايفها، وكمان ردت سارة على اللي بيتنمروا على لبسها، وهذا كان ردها. اقنعك اني انا مو عاملة فيلر، بس انا عاملة وما خبيت هذا الشيء، بالعكس حكيت اني انا عاملة فيلرز لشفايفي، بس صار لي تقريبا 4 شهور مو عاملة، مالي ناوية أعملة، عم خليهم يروحوا وبس والله، فما في داعي أقنعك أنا عاملة فيلر. وتاني شي كمان شفته، كانت رفيقتي كمان نزلته على السوشيال ميديا، إنه هدول العالم اللي بيجي بيقولوا لي أنتي بشعة، أنتي أبصر شو، أنتي تافهة، هنا شو بدهم مني؟ يعني أنا بس روح أتخانق مع رفيقتي لنقول أوكي، أنا أكيد ناطرة منها ردة فعل أوكي، إذا أنا ما عطيتها ردة الفعل اللي هي حكته بصير تافه اوكي، بدال ما تحكي اشياء مفيده سلبيه، لا اكيد لا ما تحكي اشياء سلبيه، تحكي اشياء ايجابيه، قاعدين عم تحكوا اشياء سلبيه لانكم بدكم رده فعل من هذا الشخص، وانا ما رح اعطي رده فعل لانه انا ما بيهمني اذا حدا قال لي انت تافهه، انا ما بيهمني اذا حدا قال لي انت بشعه، انا بعرف حالي الحمد لله. اما فراشه اليوتيوب نارين بيوتي تفاعلت امبارح بريل على الانستغرام من حفله خطوبتها، وكل المشاهير كانوا عم يعلقوا لها عقبال ما نشوفها بالفستان الابيض بيوم عرسها، ونارين كانت عم تحط لايكات على تعليقات اصدقائها المشاهير.